بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. كما هي العادة في حلقات شهر رمضان المبارك، نبدأ بالتلاوة المنهجية، وتلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 18 بعد 100 من سورة نبي الله هود إلى الآية 4 من سورة نبي الله يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. سورة يوسف هذا هو اسمها الوحيد، ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم، وسبب تسميتها بهذا الاسم ظاهر، لأنها قصت علينا قصة نبي الله يوسف كلها، ولم يذكر نبي الله يوسف إلا في سورتي الأنعام وغافر، ولم يذكر اسمه في غير هذه السور، وهي سورة مكية بالاتفاق. أتلو إن شاء الله التلاوة المقررة، وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. معنا رفيدة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا رفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا رفيدة، قراءة جيدة، نسأل الله أن يحفظك. جوهر، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، تفضل يا جوهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم انتبه للإخفاء ثم من نطفة
نطفة ثم توفاة. اسمعني اسمعني يا جوهر، نطفة ثم، عندنا تنوين وبعد حرف الثاء، الحكم هنا إخفاء. ثم توفاة رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا جوهر، قرأت علينا من سورة الكهف. معنا ميسان، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ميسان اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ أشتاتا. اسمعين يا ميسان، يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم سريها سريها أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم لا لا من هنا أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم نعم. فمن يعمل ما ننطقوش النون، هذا إدغام، ما ننطقوش النون، ما نقولوش فمن يعمل هكذا، فمن يعمل فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يرى ومن أعيديها أعيديها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خيرا يرى نعم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نفسها شرا يرى. مستعجلة ميسان، بارك الله فيك يا ميسان، أسأل الله أن يحفظك. ننتقل إلى شهد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا شهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة أصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. حسبك يا شهد، ما شاء الله، قراءة جيدة، قرأت علينا من أول سورة الفرقان. احرصي على الوقف على رؤوس الآية، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة. أيضا لا تختمي صوت حرف المد بهمزة، لا تقولي مثلا مسحورا سبيلا، صوت حرف المد لا يختم بهمزة، حروف المد هي حروف هوائية صوتها ينتهي إلى الهواء، هكذا سبيلا مسحورا، ولا نقول مسحورا سبيلا، هذه الهمزة التي في آخر حرف المد هذا خطأ لا ينبغي أن نقع فيه. معنا عبد السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه من خاف هذا إظهار، اسمه إظهار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طول غنة النون. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد السلام. معك أختي سناء. سناء. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا سناء، تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. سناء كم عمرك يا سناء؟ 8 سنوات. صف شني؟ صف ثاني ولا ثالث؟ ثاني. لا ثالث. صف ثالث، ما شاء الله ما شاء الله. شن تحفظي مع سورة الفاتحة؟ يا شيخ نحفظ معك إن شاء الله، بكرة نرن عليك ونحفظ معك. شن بتسمي علي غضوة؟ أنا نسمع عليك صوت المسج. باهي ما شاء الله، خلاص في انتظار غضوة إن شاء الله يا سناء، إن شاء الله. بارك الله فيك يا بنتي. معنا سامي، أهلا وسهلا.
سامي تفضل اقرا. تمام ان شاء الله. سامي هل انت في الاستماع؟ نعم نعم شيخ. تفضل يا سامي، تفضل اقرا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حسبك 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 يا سامي. عفوا والله وددت أن أسمع منك أكثر لكن وقت الحلقة انتهى. ألقاكم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبواب جنات النعيم تفتحت وتهيأت للصائمين.